ان الناس فاكره ان الهويه باللغه. يعني اقول انا عربي، يا سيدي انا ما اتولدتش في الجزيره العربيه، يا سيدي انا لما بروح الجزيره هناك بيدخلوني من باب الاجانب. هو انا لو انا عربي ليه كفيل ليه هناك؟ انا مصري اتحدث العربيه. فاذا يا جماعه الهويه ليست باللغه، والا على هذا القياس، على هذا القياس خمس دول في افريقيا يبقوا دول فرنسيه لانها فرانكوفوني. وقيسي على هدمه بلاش كده وكده، امريكا بتتكلم انجليزي واللي عاملينها انجليز والعقيده بتاعتها مسيحيه، ما سمتش نفسها ليه الولايات المتحده الانجليزيه؟ لان الارض امريكا، تبقى الولايات المتحده الامريكيه. فاذا الهويه هي بالارض، لا 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 ليست هي باللغه وليست هي بالدين. كده قلت انه اتغير على مصر لغات كتير لكن هي اسمها اللغه المصريه طبعا. ولا حتى ولا حتى بالفتح الهويه المصريه، يعني حتى يعني فتره معينه احتلاليه، مش عشان طب العرب جم قعدوا في مصر قد ايه؟ ما حدش عارف، 227 سنه. قال طب الرومان قعدوا في مصر 670 سنه، يبقى في الحاله ده هي مصر اسمها رومانيه بقى، هقول بقى ان الهويه بتاعتها رومانيه. اليونان قعدوا فيها 300 سنه، من 330 قبل الميلاد ل 30 قبل الميلاد، موقعة اكتيوم. هقول بقى كانت يونانيه وبعد كده بقت رومانيه، بعد كده بقت عربيه، بعد كده بقت طولونيه، بعد كده تركيه، بعد كده انجليزيه. ما هو الانجليز جم. الهويه بالارض، الهويه بالارض. انا مصري اتحدث العربيه، دي اللي انا عاوز افهمها، وهو اعتزازنا ب فهموك غلط ازاي؟ لقيت عاوز يقول لك انا عربي، انا عربي يعني. لا طب وانت امال فين مصري؟ امال ايجيبشن دي ايه؟ انت مصري اولا، انت مصري تتحدث العربي. الشخصيه المصريه شخصيه جميله برضه جدا، يعني رائعه وجيناتها حلوه حديد بس الطيارات اللي عماله تهب علينا من الخارج، الطيارات والرياح الصحراويه اللي هي بتغير في مصر.